بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. أبناء الطلاب الأعزاء، طلاب الصف الثامن، حياكم الله في لقاء جديد ودرس جديد من دروس مادة الاجتماعيات الكويت والعالم الإسلامي. نستكمل معا بإذن الله تعالى درس العمائر الدينية والمدنية، وكنا قد تحدثنا سابقا عن العمائر الدينية، وقلنا هي تتمثل في المساجد بأشكالها المختلفة، وتحدثنا عن أهم المساجد الموجودة في العالم الإسلامي. اليوم بإذن الله تعالى نستكمل العمائر المدنية. وما المقصود بالعمائر المدنية؟ يعني المباني التي تبنى لأغراض مدنية. فأهم وأشهر الأشياء التي ما زالت موجودة من الحضارة الإسلامية حتى الآن القصور. العمائر المدنية تتمثل في القصور. كلنا نعلم القصر هو مقر الملك أو الحاكم أو الأمير، تمام، الذي يمارس فيه الحياة الإدارية. وأيضا قديما كان يوجد فيه الوزارات والدواوين المختلفة. وبالتالي القصور تعريفها هي مقر الحاكم والمكان الذي يضم المؤسسات الإدارية كالوزارة والدواوين. وأحيانا يكون هناك قصور للتنزه للخلفاء. أشهر القصور الموجودة في الحضارة الإسلامية والتي ما زالت آثارها موجودة حتى الآن قصر الخضراء، وهو الموجود أمامكم في الصورة. قصر الخضراء وهو موجود في دمشق، وبناه الخليفة معاوية بن أبي سفيان، يوجد في دمشق في سوريا. طيب، دمشق، هنا عندي موجود معنى كلمة دمشق، وهي كلمة اشتقت من الدمقس، وهو نوع من أنواع الحرير الذي اشتهرت به مدينة هذه المدينة، سميت باسم هذا النوع من أنواع الحرير اللي هو الدمقس. القصر الثاني عندي هو قصر عمرة، وهو موجود في الأردن. هذا شو الصورة الموجودة أمامكم، موجود حتى الآن في الأردن، بناه الخليفة يزيد بن الوليد ومقره في الأردن. عندي قصر آخر وهو قصر الرصافة، هذا هو شكل القصر من الداخل كما في الصورة أمامكم. هذا القصر بناه الخليفة هشام بن عبد الملك ويقع في سوريا. يعني بدأنا قصر خضراء في سوريا، ثم انتقلنا إلى الأردن قصر عمرة، ثم رجعنا إلى سوريا مرة أخرى في قصر الرصافة. هذه أشهر القصور الموجودة حاليا. أيضا عندي قصر آخر موجود في بلاد الأندلس اللي حاليا أسبانيا، وهو قصر الحمراء. هذا القصر طبعا يعتبر دليلا كبيرا على التراث الإسلامي في مدينة الأندلس قديما، والتي كانت تحت الحكم الإسلامي ما يزيد عن 5 قرون، وهي حاليا مقرها دولة أسبانيا. هذا شكل القصر من الخارج، شايفين يظهر فيه طبعا اللون الأحمر لأنه كان مطلي بمواد لها لون من حمرة، فسمي قصر الحمراء. وهذا شكل القصر من الداخل، وموجود في مدينة غرناطة في الأندلس اللي هي حاليا أسبانيا. هذه أهم العمائر المدنية والقصور الموجودة حاليا شاهدا ودليلا على الحضارة الإسلامية. تعالوا نراجع هذه القصور سريعا من خلال هذا الجدول، جدول مقارنة بين القصور الأربعة اللي درسناها، القصر ومكان القصر والخليفة الذي بني في عهد القصر، وأيضا نأخذ مقر أو خريطة لهذا القصر. أول شيء قلنا قصر خضراء
مكانه وين؟ أحسنتم يا أبطال، في دمشق. طيب، بناه الخليفة معاوية ابن أبي سفيان، أحسنتم. طيب، أين يقع؟ هذه خريطة شبه الجزيرة العربية. يقع وين؟ نعم، في الشمال، في سوريا، أحسنتم. طيب، القصر الآخر وهو قصر عمرة، مكانه الأردن، أحسنتم. بناه الخليفة الوليد يزيد بن الوليد، مقره وين؟ ننزل أسفل قليلا، في مدينة في الأردن. بعد ذلك نأتي إلى قصر الرصافة، هذا موقعه في سوريا، بناه الخليفة هشام بن عبد الملك. القصر الأخير وهو قصر الحمراء، وهو يوجد في الأندلس، الأندلس هنا في هذه المنطقة تحديدا في غرناطة بالأندلس. عندي نشاط بالكتاب المدرسي، صحح ما تحته خط في العبارة التالية: بني قصر الخضراء في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك. قصر الخضراء هو أول القصور اللي درسناها، الإجابة طبعا خاطئة. طيب، أي خليفة تم في عهد بناء القصر؟ أحسنتم، الخليفة معاوية ابن أبي سفيان. قصر الرصافة يوجد في الأردن، خطأ، عمرة هو الذي يوجد بالأردن. طيب، الرصافة يقع في أي دولة؟ يقع في سوريا. يقع قصر الحمراء في مدينة قرطبة، طبعا خطأ، هي قرطبة من مدن الأندلس، ولكن ليست هي مقر قصر الحمراء. قصر الحمراء يقع في مدينة، أحسنتم، مدينة غرناطة. تمام يا أبطال، وبكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، ونراكم إن شاء الله على خير في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.